تحتدم المنافسة في الانتخابات العامة في اليابان قبل أسبوع من موعد الاقتراع. تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال خسارة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم منذ 50 عاما أمام الحزب الديمقراطي المعارض. رئيس الوزراء الياباني زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في مهرجان انتخابي قبل أسبوع من يوم الاقتراع. في هذا التجمع قلل تارو آسو من أهمية استطلاعات للرأي تتوقع هزيمة تاريخية لحزبه أمام يوكيو هاتوياما زعيم الحزب المعارض الذي يريد إنهاء الحكم المتواصل للحزب الليبرالي الديمقراطي منذ 5 عقود. على خط هذه المنافسة دخلت شركة يابانية اختصاصها صنع وتوزيع أقنعة لشخصيات عالمية. هذه الشركة أنتجت قناعين للمتنافسين الرئيسيين في هذه الانتخابات تارو آسو ويوكيو هاتوياما. تصنع هذه الأقنعة من مادة المطاط وتدهن كل أجزائها بدقة وتباع في الأسواق حيث يقتنيها أنصار الحزب. تقول الشركة إنها حققت أرباحا طائلة من بيع أقنعة رئيس الوزراء الحالي في الانتخابات السابقة، لكن حجم مبيعات أقنعة زعيم المعارضة المرجح فوزه في الانتخابات لم يرتفع بعد. ورغم ذلك يقول صاحب الشركة إن حجم مبيعاتها ليست مؤشرا على هوية الفائز المحتمل بالانتخابات. لا أهمية لحجم مبيعات هذه الأقنعة بالنسبة لفرص المتنافسين، لكن إذا نظرت إلى برنامجهم الاقتصادي يبدو وكأن فوز الحزب الديمقراطي وارد، ونأمل في أن يتمكن زعيمه من إحداث اختراق حتى ترتفع مبيعات قناعه. أيا كان الفائز بين الحزبين فإن المستفيد الأكبر هي الشركة التي تضاعف حجم عائداتها على حساب شعبية السياسيين. رشيد الشافعي العلوي، BBC.